بسم الله الرحمن الرحيم، ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من تعالوا نتكلم فلك وسلسلة آيات فلكية في آيات قرآنية. ومعادنا النهاردة مع آيتين في آية واحدة، يعني آيتين قرآنيتين بيتكلموا عن موضوع واحد، وهو السليستال نافيجيشن أو الاهتداء السماوي أو الملاحة السماوية. في سورة النحل ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. صدق الله العظيم. والآية الثانية في سورة الأنعام الله سبحانه وتعالى بيقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. صدق الله العظيم. الاهتداء بالنجوم أو إن احنا ناخد النجوم دليل لنا في السفر قديم جدا ومن زمان خالص. العرب زمان لما كانوا بيسافروا، القوافل اللي بتسافر من مكة إلى الشام أو من الشام إلى مكة في رحلتي الشتاء والصيف اللي ربنا برضو أشار إليه في القرآن الكريم، كان لازم بيبقى مع القافلة واحد بيسموه النخذة، اللي هو النواخذة، يعني جماعة النواخذة، والنخذة هو العالم باتجاهات والنجوم. ممكن احنا نشوف بالعين المجردة من غير تلسكوبات ومن غير أي أجهزة من 5000 إلى 6000 نجمة في الليلة الواحدة، منهم 58 نجمة الفلكيين عدوهم بالاسم، 58 نجمة منهم النجم القطبي، 58 نجمة بيسموها نافيجيتور ستارز. النجوم دي بتوزع طول السنة بحيث ان في انت في اي وقت من السنة هتلاقي نجمة او اتنين او تلاتة مجموعهم طول السنة 58 نجمة، ممكن من خلالهم تعرف الاتجاهات. الاتجاهات يعني ايه؟ اعرف فين الشمال وفين الشرق وفين الجنوب وفين الغرب. اذا دي اية معجزة. اشهر النجوم اللي احنا بنهتدي بيها الاتجاهات هو النجم القطبي، وكان بيعلموه لنا زمان في المدارس النجم القطبي يشير الى جهة الشمال. فين النجم القطبي ده او البول ستار؟ النجم القطبي موجود في مجموعة نجمية اسمها الدب الاصغر، من احد المجموعات النجمية اللي موجودة في السماء، وبسهولة جدا اي واحد من حضراتكم يتعرف عليه، بس تكون ليلة صافية وما يكونش فيها إنارة ويكون مكان مفتوح ما فيهوش جبال او بيوت او حاجة عالية. في الدب الاصغر في نجم معروف اسمه ذا بول ستار. بتعرف عليه ازاي؟ بتعرف عليه بكذا طريقة، منها نجوم في الدب الاكبر نجوم ملاحية، ومنها نجوم في مجموعة نجوم اسمها كاسيوبيا بتشاور برضه على البول ستار او على النجم القطبي. النجم القطبي ده سبحان الله لو انت وقفت قصاده كده وعدلت جسمك ناحيته وبصيت عليه وجبت البوصلة بتاعت الموبايل او البوصلة العادية الكامبس بتاعتنا العادية، هتلاقي ان الشمال بيشير الى النجم القطبي. طالما حضرتك عرفت فين اتجاه الشمال اتحلت المشكلة. لو الشمال قدامك يبقى الشرق على يمينك والغرب على شمالك، وراك هيكون الجنوب، وبالتالي انت ممكن بسهولة جدا تعرف الاتجاهات، مش بس الاتجاهات الاصلية اللي هي شمال شرق جنوب غرب، لا كمان الاتجاهات الفرعية. اعمل كروس على الارض او صليب على الارض يبقى ده الشمال والشرق، يبقى المنصف ليهم هو الشمال الشرقي، وهلما جرب بالنسبة لباقي الاتجاهات. وعلامات وبالنجم هم يهتدون من اكبر الايات الفلكية في الايات القرآنية. ده موضوع النهاردة، الاهتداء بالنجوم في ظلمات البر والبحر. اشكركم على المتابعة واشوفكم بكرة في حلقة جديدة من تعالوا اتكلم فلك، وآية فلكية جديدة في آية قرآنية. أشكركم على المتابعة، وكل عام وحضراتكم بخير، وإلى اللقاء.